رجعنا لكم مرة ثانية. أول ما دخلت النهاردة الشارع لقيت في الورشة أطباق أطباق أطباق، وكل طبق مرسوم عليه حاجة مختلفة وحاجة من عندنا في مصر. طبق مرسوم عليه أبواب، وطبق مرسوم عليه برجاز، طبق مرسوم عليه راقص التنور. عجبتني أصلا الفكرة، وطبق كبير كده مرسوم عليه حاجات نوبي مش عارف إيه. قلت إيه ده، النهاردة إحنا معانا كده راجل فنان ومستخدم حاجات الناس ما فكرتش انها تستخدمها او تستخدمها كلوح زي ما بنقول. النهارده كده مره ثانيه نرحب بالفنان التشكيلي رشاد محمد. رشاد ازيك يا رشاد؟ الحمد لله كله تمام. انت راجل مبهج وشغلك كله فريش. شكرا بجد والله. شكرا. احكي لي عن نفسك كده، بدات ازاي؟ انا بدات الفكره جت من انا واثنين صحابي. مين هم؟ احمد عمر واحمد حجر. بوجه لهم تحيه طبعا، ان شركائي في كل حاجه اصحاب من ايام الكليه وكل حاجه. كنت تجيبهم معايا هم للاسف. ظروفهم جت الفكره ان احنا بنحب نقتني حاجات ونشتري حاجات يدويه وكده. فلما كنا نيجي نشتري حاجه لحد من زمايلنا او حد مسافر بره وكده، كانت دايما الحاجه بتبقى صنعه في الصين، صنعه في تركيا، تايلاند، الهند. فاحنا عندنا في تراثنا حاجات كتير جدا، واحنا خريجين تربيه فنيه، فليه ما نعملش من تراثنا ده شغل في هويتنا، من خامات، من تصميمات، من زخارف. شريف احنا عندنا ده كل حاجه، فني شعبي، قبطي، اسلامي، فرعوني، كله مصري. صح. فجت الفكره ان احنا نعيد صياغه الزخارف والتصميمات دي تاني، بس بشكل عصري ينفع الناس تستخدمها، ينفع الناس تعلقها فيها المقولات الشعبيه بتاعتنا. طب انتوا استخدمتوا فكره الصينيه؟ دي صينيه الومنيوم بتاعت زمان قديمه. الومنيا. وبدانا نرسم عليها بيوت نوبي، كلمات شعبيه زي اكنس بيتك ورشه ما تعرف منين يخشوا، بصله المحب خروف. فعلا؟ انا كمان معجب قوي بالصواني الكبيره زي اللي عماله تلف ورا دي. دي انت عارف كانت في فتره من الفترات الصواني الكبيره يدخلوا عليها. احنا عندنا واحده هناك، بص سوسو عماله تاكل وهم عمالين ياكلوا قدامهم. لا يا من غير ما نشوف نحاس. الصينيه النحاس اللي بيخش يدخلوا عليها الاكل. ففي حتى بعض الناس ورثوا صواني من دي، كانت حتى بتبقى عليها حاجات تركي. بالظبط. بقوا يعلقوها على الحيطان بتدي شكل حلو. ففكره الصينيه دي احنا حاجه جديده قوي. الفكره ان احنا الصينيه بتاعتنا الالمونيا دي، الصينيه دي بتاعتنا هي. لازم الالمونيا؟ ممكن تبقى اي صينيه، بس يعني انا حبيت ان تبقى الخامه بتاع يعني خامه مصريه. عايز اقول لك حاجه، وانا بفكر معاك يعني. في ناس كتيره بيبقى عندهم في البيت الصواني التيفال بتجرح. خلاص، فبيضطروا يرموها، بدل ما يرموها ممكن بقى يستغلها يرسموها. صح بالظبط. ممكن. بس هي الميزه في الصينيه الالومنيوم ان هي بيبقى فيها مسام، فبتشرب لون كويس قوي. بعد كده بعزلها، ممكن تستخدم او تتعلق. صح. طيب ايه غير الصواني بقى؟ في نوت بوك. دول فظاع. دي متاخده من المخطوطات القديمه بتاعت زمان. كانوا بيكتبوا، ما كانوش بيكتبوا مسطر زينا كده، سطور تحت بعض. كان شويه بالهامش، بالعرض، بالورب، الكلام تحت بعضه فوق بعضه. ده جلد طبيعي. مصري. الورق اللي جوه ورق كرافت. بصوا يا جماعه، بتتفتح مقفوله ازاي؟ بتتفتح كده. هي معموله على طبيعتها خالص، يعني حلوه قوي. كله مانيوال، مش داخل فيه اي مكنه. قوي. القماش ده قماش مصري. وايه الورق ده؟ ورق كرافت، الورق الريسايكل. اوكي. هو معاد تدويره. اوكي. بس بحس ان اللي يبقى شايلها يبقى شايل حاجه ريحتها حلوه. طبعا. اوكي. جلد الطبيعي بيبقى له ريحه مميزه مع الورق ده، عامل ريحه حلوه. اوكي. فموضوع النوت بوك انت عامل كل كذا ديزاين بقى، في اللي معاك، وفي زي ده مربع. ده بيتفتح كده كده. نفس الفكره. اوكي. اوقات بقى ببقى كاتب عليه رباعيات صلاح جاهين او اشعار لفؤاد حداد. اوكي. واوقات بيبقى مكتوب عليه او مرسوم عليه حاجات من برضه. اوكي. طيب هناك برضو الناحيه الثانيه في شنط او اكياس، مش عارف بيسموها ايه، البوك. احنا بنسميه كده. دي هم البنات بيقولوا عليه إيه اسم كوشن. كوشنز. لا يا زاميا، بتقولوا ايه على الشنط الصغيره دي؟ بورتفي. لا بالانجليزي. لا غير البيرس، في حاجه ثانيه. شنط صغيره. شنط صغيره. شكل لشت ولا كلشت؟ كلشت حاجه كده. اسمها ايه؟ كلاتش. ايوه كلاتش. الكلاتش ده اللي هو ده صح؟
دي برضو القماش قماش دك طب بيجيبوا كلمات دي عندكم كلاتش اول مره اسمع لا 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 انتوا موضة قديمه خالص انتوا البورتوفي البورتوفي لا لا هو برضو ده كلاتش وبورتوفي هو البوك في الاخر يعني المهم البوك ده ده جلد طبيعي برضو وده قماش مطبوع مانيوال والقماش اللي جوه قماش كريتون بتاع التنجيد بتاع زمان يعني هو من جوه اللي هو زي الدمور يعني زي بتاع بتاع الكنبة الاسطنبولي ايوه تعرفها بقول بتاع الكنبة ما تقولش عند جدي الكنبة الاسطنبولي هي اسمها كده ماشي بس كل في بقى كمان طب هناك بقى متعلق احنا معلقين لك الطبق اهو على في الشارع عندنا اول واحد فوق خالص اللي مرسوم عليه باب البيبان بتاعت مصر البيبان القديمه بتاعت زمان والحق وبكتب عليها الحارات المصريه القديمه عشان الناس تبقى عارفاها وتحتيها وبور الجاز على فكره كمان الصينيه اللي مكتوب عليها في شرف شريف دي ياسمين مراتي هي اللي عاملاها لك تكون جميله ميرسي يا ياسمين اهو حبيبتي هاتوا لنا ونبي هنا اهو هاتوا لنا دايما شفت لك مراتي وحبيبتي الصينيه اللي ورا مكتوب عليها شارع شريف حطيتها جنب اليافطه بتاعه الشارع اوكي اوكي طب وتحت هنا بقى مكتوب اهي لطيفه جدا استنوا خليكم زي ما زي ما اهي اوكي واللون الاخضر والزرع والباب القديم وحلوه جدا جدا بشكر ياسمين ثانك يو طيب هنا برضو انت عامل بقى رقص التنوره التنوره بتاعنا المصري الالوان بتاعته مبهجه جدا وبيميزنا جدا صحيح بكتب عليها بقى برضو كلمات لابن الفارض والحلاج طب انت ما فكرتش تعمل ست حاجات مع بعض يعني مثلا كوليكشن يعني مثلا ده ومعاه الكوشنز بتاعته الخدديات ومعاه مثلا مفرش اللي هي كلها ست يتباع مع بعض وهدية هو اللي انا شغال عليه دلوقتي ان انا بعمل مثلا كذا حجم وتحطه مع بعض لكن دي فكره كويسه جدا هو دوت على راس الليله الكبيره ده الليله الكبيره بس بطريقتنا احنا قرب لك حته ملبن يا غزال يا غزال عيش حلال الله مسا التماسي يا ورد قاعد على الكراسي حلو قوي 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 برضه الخشب كمان زان اوكي عشان يستحمل عشان يستحمل وممكن يستخدم كمان أوكي. ممكن يتحط عليه حاجات اوكي طب انت دلوقتي هتعمل لنا ايه انا بوري الطريقه اللي انا بشتغل بيها انا ببدا الاول اعمل الديزاين بتاعي بالقلم عادي خالص وببدا احط التفاصيل برصاص بعد كده ببدا اشتغل بالفرش بتاعتي دي الوان ايه دي الوان اكريليك وبعد كده بتتعزل يعني بحط لها عزل الوان اكريليك ان يروحوا يقولوا عليه الوان اكريليك الوان اكريليك موجوده في اي مكتبه فيها تشتغل طب لا بس انت حاطط هنا ايه الاول اللون ده ده نفس الالوان انا محضر انت عامله سبونج عامل تقسيم كده هون في الارضيه طب اللون بقى قول لي الناس ممكن تتواصل معاك ازاي انا عندي صفحه الفيسبوك حور مصر حور مصر حور انجلش قولها كده اتش او او ار داش مصر ام اي اس ار اوكي هو ده البراند بتاعنا اللوجو بتاعنا حط وايه كمان بتبيع حاجتك فين طبعا انا من الاماكن اللي نفسي مصر كلها تبقى زيها كريتيف ايجيبت اي ام سي طبعا بصراحه الناس دي بتدعمنا جدا ده مكان فيه كل الحرف المصريه اللي معموله بطريقه متطوره وكواليتي عاليه بالظبط بالظبط كمل لي بقى الرسم يلا ببدا مثلا لو انا عايز اعمل بينشف بسرعه ايه الابيض ده ده لون برضو اكريليك ببدا اشتغل كده لو انا عايز اعمل مثلا الجزئيه دي كده لو انا بعدين اخد بس لازم يبقى فيه سرعه علشان اللون ما ينشفش مني بسرعه بيتشف بسرعه كده واعمل كده وابدا احط لازم اعمل البيس بتاعي الاول بعد كده بحط بقى التفاصيل اللي انت شايفها على باقي الصواني حلو وسهل
سحب ممتنع ده برضو الديزاين دي احنا برضو اللي عاملينها كروت كروت تحاش عشان الموضوع ده يبقى معاه جواب اسري والعمده والعمده غفير العربيه الميكروباص حلوين بشكل كروتا كروتا اللي احنا بدل ما نستورد كروتا والحاجات دي بالظبط بصوا عندنا شباب عامل كروتا حلوه تهبل خلص الفول انا مش مسؤول اعرفك انا على حد ممكن يشتري منك كروت حلوه قوي تشين محلات كده هايله طيب ايه كمان ايه كمان عندنا هنا ايه الشنط دي بقى الشنط دي نفس فكره ال 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 علموني اكون مسامح زي نبع الحب مش دي اغنيه لمحمد منير صح وهنا علموني واخد كلمات من من الاغاني بتاعتنا وفي حاجات معمول عليها ديزاين خطوط عربي في لا استنى لفت نظري حاجه على حاجه دلوقتي بس هنا في شنطه مكتوب عليها يسعد صباحك يا حلو دي لو واحده مشيت فيها في الشارع يعني حقيقه هتتضرب خلاص خلاص ما بقاش عندنا تحرش ولا حاجه مفيش الكلام ده خلاص طب ايه براد الشهيده لا دي من ضمن الحاجات اللي انا بحطها مع الشغل بتاعي في البيت كاكسسوارز كده تزوق الشغل واوقات برسم عليها ما هو ده يترسم عليه فبيبقى شكلها حلو قوي هو ده بارز ولا لا لا تحس ان هو بارز ده مرسوم برضو مرسوم ومش بيطلع يعني ثابت هي من جوه كمان القماش اللي جوه ده قماش مطبوع نفس فكره الشنطه اوكي دي ما فيهاش بص انت حاجتك عاجبني فيها ان انت يعني اخترت حاجه جديده ومختلفه ما حدش عاملها موضوع الصواني والرسم على الصواني انا شايف ان هي حاجه انت ليه مش ماضي عليهم بقى لا كلهم ممضيين ما فيش اهو فين اللي لا انت مسكت الوحيد اللي مش ممضي لا هي ممضيه صح دي مكتوب عليها ياسمين هم كلهم ياسمين لا في رشاد بس ياسمين يعني دايما مدعماني دايما معايا في كل بعض ربنا يخليكم بعض انا بشكرك انت النهارده شرفتنا ونورتنا وجود لك كمل السنه دي لغايه الاخر شاكر جدا بشكرك ميرسي طيب احنا خلونا دلوقتي نسمع اغنيه وبعد الاغنيه نرجع لكم فاشن شو مع مصمم الازياء استاذ مجدي ابو ضيف هتسمعنا ايه نروح منك يا عين الله ان راح منك يا عين هيروح من قلبي فين وبعديها فاصل ونرجع لكم خليكم عندنا في الشارع لو سمحت ومن ما بعدنا عنه
عيان وأقوان وما نبعدنا عنه نسيان وأقوان.